<applause> الله يذكره بالخير ابو حسان نعم اقول ما شاء الله تبارك الله يعني مثل هالتبرعات وانطلاقة الناس يدل على انهم قريبين من الله عز وجل يحبون الخير وش ممكن يعني نقول للي تبرع ولا والله هذا عظيم اللي تبرع اللي تبرع يبغى في الدار الاخره الله كريم ان اخلصناهم بخالصه لكل الدار هذا توحيد التبرع هذا توحيد لانه شيء غيبي نعم لا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب أنا أعطي ربي كانت عائشة رضي الله عنها إذا تبرعت تطيب الفلوس الطيبة تعب عليها طيب فلما سئلت قالت لأنها تصل يد الله قبل أيدينا شوف حد اهتمام بالصدقة فالصدقة يؤمن انه يتعامل مع الله من الان كم من واحد إن يسمع الصدقات من جاك اخذ جواله واخذ رقم الحساب وقال كذا وحط مبلغ لا يدري به الا الله يسمع. فاذا سار عليه شيء من الدنيا قال يا رب اللهم اني دعيت للصدقه وان الدعوه منك وانفقوا مما رزقناكم وان الفضل فضلك اللهم ففرج عني ما انا فيه الله ترى بعض الخلق معها علاقة مع الله خبيئة ما يعلم احد بل اذا انكشفت دعا على نفسه بالموت هذا ابن المنكدر رحمه الله رجل من الصالحين نعم كانوا في استسقاء يستسقون في مسجد قال فخرج الناس كلهم من المسجد وبقي هذا الرجل قال فنظر في, في المسجد الى ما عاد في احد قال يا رب استسقاك عبيدك فلم تسقهم أقسمت عليك يا رب أن تنزل المطر رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره قال فإذا المطر ينزل سبحان الله العظيم قال فتبعته وأشوف مكانه فوجدتها يعمل عامل بسيط اعمل عامل في السوق بسيط ما احد يدري عنه ولا على ما قالوا في مفرداتهم الشباب ما احد يعطيه وجه ولذلك اهل الجنه كما قال عليه الصلاه والسلام سلام اهل سلام الجنه كله ضعيف اذا قد عندك ظرف ولا شيء تصدق على الضعفاء والمساكين وال... قال فجيت قلت ماذا عمل عملته البارحه قال وش عمل قال انا سمعت الناس استسقوا ف... جلست انت ثم قسمت ان الله يسقينا فانه ينزل المطر قال يا رب هذا سر بيني وبينك اسالك الا قبضت نفسي الان قال فما تمنحينه ناس عندهم سرائر مع الله نعم. هذا في في ابن المنكدر فالشاهد هذا الصدقه اللي انت تقدمها لربي وبعدين قلت ضربت لكم مثل واحد اعطاك مئة ألف مليون وشويه شهر الا وهو يقول يا ابو عبد المحسن ممكن مئتين ألف أنا احتجت فوقها مئتين ألف هل أنت شعورك اللي يعطاك مليون وطالب مئتين ألف تركض له ركض تركض حافي بحر. يا سلام إنها الله عز وجل سبحانه وتعالى اللي وأنفقوا مما رزقناكم ولذلك المال ابتلاء ترى ابتلاء الماء سه. الله عز وجل يقول فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ يعني اختبره فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فيقول ربي كثير من الناس الان والله الحمد لله والله انه ربي يحبنا ما اللي قاله لكنه يحبك يمكن انه سلط عليك بالفلوس فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات الله ما يبغاه رزقه واجد ولذلك تعرف عند الصدقه وعند الكرم عند اقاربه التاجر تعرفه اسرته واقاربه ومجتمعه خيره عليهم بعد فضل الله عز وجل يا سلام يشكر الله بنعم الله تجد لو سالت التاجر الفلاني من ربعكم قالوا ونعم واكرم وانعم هذا رجل عدل تسال عن واحد ثاني كيف فلان؟ قالوا فلان مثل الفصفص منكم ما في فمه والله ما استفدنا من رزقه شيء والله فينفق في في الانسان فرصه ان الانسان يجعل لك خبيه بينه وبين الله عز وجل يا سلام يا سلام لا سيما في هذا الشهر المبارك انت تعطي الله انت تعطي الله عز وجل انت تعطي ربي لا. لازم تعرف انك تعطي ربي وان الله يعني لا تعطيه على أنك تقدم معامله في اي مكان تبغى تطلع لك السبت انا يا ربي شوفني اعطيتك اليوم الف ريال ابغى تزيدها يوم الخميس أبغى تكون ثلاثين الف انت تعطي الله عز وجل تعامل مع الله سبحانه ثم يا يقول سرق. في الايه الثانيه بعدها مباشره اما اذا ما ابتلى بارضه اختبره فقدر قلل قلل عليه رزقه فيقول ربي ايش؟ كلا يقول الله لا لا هذا التصور اللي يتصورونه الناس غير صحيح انه علشان يحبك اهبلك وعلشان يشناك ما اهبلك لا غير صحيح هذا اللي يتصورونه كثير من الناس يا سلام ولذلك جعل الله الفقر حياه الانبياء النبي الله سليمان عليه السلام ومع ذلك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أي يختبني أشكر أم أكفر إذا قد معك شيء ترى اختبار من ربي عليك ولا انتقام من الله عليك فعلامة إنه منحة إنه عطاء من الله رزق لك إنك تشكر به لا تقول يا أخي التاجر إذا قالوا لك سأل الله أسمقونا كل شيء هبونا هبونا ها ليه يقول بعضهم كذا فالله يقول والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس، الباس الفقر كم من الناس من هو فقير يشكي حاله على الناس والله ان احوالي تعبانه والله اني كذا وحقيقه يا اخي ابتلاك الله ابتلاك، ايش ختم بها هذه الايه قال الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون فاسال الله يجعلنا وياكم من المتصدقين آمين, 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 امين الله يجعلنا ممن قال الله سبحانه وتعالى وسيجزي المتصدقين ايتين سنجزي المتصدقين والثانيه بعدها وسنجزي المتصدقين المحسنين فما في احد الا وده انه يعبد الله كانه يراه فان لم تكن تراه فانه يراه, يراه, يراه هذه الصدقه عباده خفيه كانك ترى الله يا سلام يا سلام مخرجنا يعني عندنا مكعبات اثنين من المكعبات لها الحمد تمت